بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لعبد المجيد تبون، وذلك بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية. وقال الملك في برقية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية لماب إنه على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني مقرونة بمتمنياتي لكم بالتوفيق في مهامكم السامية. وأضاف الملك أنه إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.